شكرا السيدة المستشارة، شكرا على هذا السؤال المهم. كيف تتعرفوا هاد مراكز التسجيل ديال السيارات ضمن الوحدات الإدارية اللي تتلعب دور حيوي فيما يتعلق بخدمة القرب في مجال تسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتتوفر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على 87 مركز باش نقدروا نسجلوا فيهم السيارات الموزعة على مختلف أنحاء التراب. ولكن الحاجة اللي هي مهمة هو أن هذه الوكالة وقعت في يونيو 2021 اتفاقية شراكة مع مجموعة البريد بنك وبريد كاش باش يبداو بالعمل بتسليم واختزال الملفات اللي تتعلق بتجديد والنظير ديال الرخص السياقة، ونفس الشيء بالنسبة لشهادة تسجيل المركبات. وهذا بلاست 87 مركز اللي كانوا تقدروا يمشيوا للمواطنين، عندهم دابا 800 وكالة اللي يمكنهم يتجهوا لها، اللي تيجعل بأنه هذا التسليم ولا يعني يكون في ظروف أحسن، لا بالنسبة للاستقبال ولا بالنسبة للمعالجات ديال الملفات. هاد الخدمة هذه غادي يتم إضافة واحد العدد ديال الخدمات أيضا قبل الأخر ديال السنة، ونقدروا نتكلموا مثلا على تفويت ملكيات العربات على سبيل المثال. من جهة أخرى الوزارة قامت بواحد العدد ديال المبادرات، حيث أنه اعتمدت التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مصالح الجمارك باش يقدر المواطن يتأكد من الشواهد ديال التعشير ديال العربات. تمت أيضا توقيع اتفاقية مع ممثلي مستوردي وبائع السيارات الجديدة باش يقدروا يختزلوا هما البيانات الخاصة بملفات التسجيل ديال السيارات. اعتمدنا أيضا منصة إلكترونية باش نمكنوا الموظفين من الاطلاع وتتبع التعرضات المسجلة بخصوص تفويت المركبات، وعطينا انطلاقة أيضا وتنسرعوا عملية رقمانات أرشيف مركز تسجيل العربات. وهذه الأوراش كلها من شأنها تقرب المواطن من المرفق العام. شكراً.